يا اياد كيفك حبيبتي؟ يعطيك العافية دكتورة، كيفك؟ الله يعافيك يا رب، الله يخليك. أخبارك هي تمام؟ الحمد لله تمام يا رب. دكتورة امبارح بعثت لك عشان التقييم. الاسايمنت. وانا معقول فهمت السؤال خطأ؟ يعني انت مش طالب المراحل وانه مع مين بتناسق البروسيس؟ السؤال الديفرنت ستيجز للثيرابيوتيك نيرس كلاينت ريليشن شيب، ايه هي المراحل بالديسكريبشن بتاعها بلس الكومباريزون بينه وبين الستبس اوف نيرسينج بروسس. يعني انت بدك كان شرح، يعني شرح اكثر. بالضبط. انا ما توقعت انه بدك شرح، لانه حكيت انه بنكتب، ويعني ما توقعت نهائيا. ولا الواحد عارف ما انا عارفه عندكم الماتيريال اوريدي موجوده يا اياد كمان. ما انا عارفه، انا على هذا الاساس حكيت انه يعني مستحيل انه نكتب. طيب على كل انت اخذتي كام؟ ثلاث. على كل ان شاء الله في اي هوم ورك اخر او اي اساينمنت اخر لما يكون في لبس عندكم في فهم طبيعه السؤال ابعتوا لي على الواتس جروب. يعني انا الصراحه ليش ما توقعت انه شرح، لانه حكيت انه احنا حنكتب احنا، يعني انه ما بعرف اذا في يعني انه ككتابه. انت حددتي بس مسميات الستيجز ومعاها الستبس اوف نيرسينج بروسس صح؟ ايوه هي هي. لكن ما عملتيش ديسكريبشن يعني؟ لا لاني ما كنت متوقع انه في ديسكريبشن، يعني سوري بحكي لك انا شكلي فهمت السؤال غلط يعني، ولا السؤال يعني رب يعني انا عارفه شو هو، يعني هذا اللي ضايقني الصراحه. معلش يعوضوها بقى المره الجايه ان شاء الله، ولما يكون في اي لخبطه في اي شيء بتواصلوا معي ان شاء الله. يعطيك العافيه، ما بتقصي والله يا دكتوره. يا رب يخليك يا اياد. ازيك يا انصاف؟ الحمد لله تمام. الله يكرم. كنتوا في مشكله في زمايلكم في الكود ولا اللينك بتاع المحاضره هو نفس اللينك ما تغيرش عليه حاجه؟ لا ما تغير اشي. عشان لسه في ناس بتسأل. اشوف طيب. اي مجموعة النهاردة اللي هتقدم هتعمل بريف عن السيمينار بتاعها؟ كنا متفقين على الزهايمر. الزهايمر ولا الاوتيزم يا جماعة؟ خلينا عبال ما بقيت الناس تبتدي ان توصل لنا نبتدي نقول بسم الله. موضوعنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن الكومبوننت او الكونسبشوال كومبوننت اوف ثيرابيوتيك ريليشن شيب. تمام؟ يعني هنتكلم عن المين كونسبت اوف ثيرابيوتيك ريليشن شيب. عموما قبل ما ابتدي اتكلم عن اول كونسبت، بس خلينا نتكلم على نقطة مهمة، اني عندي من الكونسبت ما يعرف بالبريدجز. يعني في كلاسيفيكيشن للكونسبت. في كونسبت تندرج تحت مفهوم بريدجز، وفي كونسبت اخر تندرج تحت مفهوم باريرز. ايه الفرق بين البريدجز والبارير؟ حد عنده فكره؟ البارير يعني الحواجز مثلا. تمام. بريدجز جسور مش كده؟ معنى بريدج جسر او جسور. بريدج جسر. فاذا هنا الكونسبت خلالها بتكون الكونسبت اللي تندرج تحت بريدجز هي مهمتها او الهدف منها فاسيليتيت للاستابليشمنت اند مينتنانس اوف ريليشن شيب. يعني هذه الكونسبت بتعمل بالشكل الايجابي ان هي بتسهل العلاقه اللي بتبقى بيني وبين المريض. تمام. اما الباريرز فمن معناها هي كونسبت اخرى لازم هنتعرف عليها، لان تاثيرها يعد بارير. بارير يعني ايه؟ يعني حواجز تعيق هندر للكوندكشن اوف نيرس كلاينت ريليشن. طيب اول الكونسبت اللي بمسمى البريدجز اولها اللي هو ايه؟ الكيرينج. يعني ايه كيرينج؟
رعاية. تمام؟ يعطيك العافية دكتور. هذا الكونسبت هو إن caring is a commitment. معنى الكيرينج أو definition of caring is a commitment by the nurse to become involved. Commitment يعني إيه؟ عارفين معنى كلمة commitment يعني إيه؟ ترجمتها؟ الله أنا عارفة نسيت ترون واصلة. Commitment يعني تعهد، يعني responsibility. تمام؟ فالكيرينج صوتي واضح؟ آه دكتورة. طيب واضح بس السلايدات مش مبينه، بس السلايد مش مبين دكتوره. دكتوره بس السلايدات مبينينها. مش باينه السلايدات؟ لا 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 مش باينه، صوتك واضح. عشان نعرف انت وين. طب ثواني ثواني. وضحت وضحت كده؟ طيب خلاص. يبقى اذا الكيرنج عندنا هو commitment by the nurse to be involved، يعني معناها انه تعهد مسؤوليه من قبل النيرس ان هي تبقى involved. involved في ايه؟ involved in plan of care اللي خاصه بالمريض. تمام؟ ده معنى الكيرنج، تعهد مننا، مسؤوليه، التزام ان احنا ايه؟ نقدم الكير اللي مطلوبه للمريض. طيب الكيرنج act of care، معنى الكيرنج it includes act of giving freely and willingly of oneself to another. هو معناها ايه؟ معنى الكيرنج او هذا الكونسبت بيعتمد على فكره العطاء اللي هو عطاء بلا حدود. تمام؟ والعطاء من الكيرر نعم العطاء من الكيلر او الهيلبر اللي بلا حدود وبيعتمد على ويلينج. ويلينج يعني الشخص يتوفر لديه الايه؟ الرغبه والترحيب بانه يساعد الاخر. طيب الكيرنج ثرو وورمز، اي كيرر لازم يتمتع بالصفات التاليه: الورمز كومباشن، الدفء الرحمه، الكونسيرن الاهتمام، and interest وايضا معناها الاهتمام. يبقى اي كيرر لازم يكون عنده هذه الايه؟ المواصفات. however caring for others in a meaningful way requires patience and practice. يبقى فكره الكيرنج ان احنا نقدم كير للاخر اللي هو في وضع حاجه او في وضع احتياج، ده بيتطلب مننا ان احنا نكون ايه؟ patience. احنا نفسينا نكون patience، يعني عندنا صفه الصبر. تمام؟ والتوليرانس والتحمل، لان مهنتنا مهنه شاقه. nursing is a stressful job. and practice، وكمان يتطلب مننا ان احنا يبقى عندنا ايه؟ الممارسه والخبره، مش كده؟ طيب caring is an intentional human action، هو عمل انساني. الكيرنج intentional يعني المعنى intentional يعني الشيء المقصود، الشيء اللي معد ليه، اللي هو مبني على بلان. فاحنا شغلنا بيبقى بيزد على ايه؟ بالشكل السيستماتيك، بيزد على الستبس اوف نيرسينج بروسس. فبالتالي شغلنا ما هوش شغل عشوائي او مش بطريقه ارتجاليه، لا، في intentional. intentional يبقى يعني هناك بلان. and human action هو عمل انساني characterized by commitment. مهنتنا او مفهوم هذا المفهوم بيتصف بان من يطبقه لديه الاحساس بالمسؤوليه، لديه تعهد، لديه الالتزام بتقديم كل ما
كل ما هو مطلوب and a sufficient level of knowledge and skill. احنا مطالبين اثناء شغلنا ان يبقى عندنا ايه الحد الكافي او القدر الكافي من الايه من المعلومه مش كده الجانب المعرفي والايه المهاره كويس. يبقى احنا مش بنشتغل اعتباطا، لا احنا بنشتغل بالشكل السيستماتيك، بنشتغل ويتوفر لدينا او نتعامل مع المريض ويتوفر لدينا القدر الكافي من المعلومه ومن المهارات التطبيقيه. تو الاوز نيرس تو سبورت بيزك انتجريتي اوف ذا بيرسون بينج كيرد فور، عشان نقدر ان احنا نساعد ونقدم الدعم المطلوب للمريض اللي احنا بنقدم له الكير. One person اللي هو a nurse caring to another client. يبقى العلاقة اللي بيني وبين المريض زي ما اتفقنا من قبل carer أو helper مع helpy. By means of therapeutic relationship العلاقة اللي بتتم بيننا بهذا الشكل اللي هي من عنوانها caring, helping, professional, therapeutic كلها في الإطار العلاجي، يعني أنا ككيرر أو هيلبر بقدم الكير اللي مطلوبة عشان أقدر أساعد المريض اللي هو في وضع حاجة من خلال علاقتي. The nurse's ability to care develops from a natural response to help those in need. هنا مقدرة النرس عن نطبق هذا المفهوم ده نابع من استجابة بالشكل التلقائي، استجابة بالشكل الفطري، استجابة بالشكل الطبيعي. يعني احنا بنقول من الاول خالص عنوان مهنتنا وعنوان علاقتي بالمريض على انها مهنة انسانية، علاقة انسانية. ما ينفعش ابدا ان احنا نلاقي حد في وضع حاجة ونتجاهله، لا، نلاقي رد فعل سريع، رد فعل تلقائي، رد فعل بالفطرة ان احنا ايه بنفزع لهذا الشخص. From knowledge that caring is a part of nursing ethics. احنا عندنا اخلاقيات المهنة، اخلاقيات المهنة تحتم علينا ان احنا اي شخص بنتعامل معاه في وضع حاجة او في وضع احتياج لازم نقدم له الكير اللي مطلوبة. And from respect for self and others. ومنطلق كمان احترامنا لنفسينا وللآخرين. في اي نقطة هنا او استفسار؟ واضح. طيب الكونسبت كده واضح؟ اوكي. The caring nurse involves client in their struggle for health and well-being. Well-being then simply doing for clients those actions they cannot perform for themselves. يعني ايه الباراجراف البسيط ده؟ حد فاهم ايه المقصود منه؟ هيا يا جماعة؟ اللي عنده اجتهاد يتفضل بيه. The caring nurse involve client in their struggle for health and well-being than simply doing for clients those actions they cannot perform for themselves. معنى الكلام ده علشان يبقى واضح بالنسبة لكم ان انا لما بساعد المريض مش معناها ان انا بلغي القدرة او القدرات المتوفرة عنده، تمام؟ انا بكمل عليها لان انا عندي شيء مهم جدا او هدف مهم بنشتغل عليه ان احنا نعمل فوستر للديبندنسي اون سيلف او فوستر للاندبندنسي، عايزين ندعم وبقوه استقلاليه المريض او اعتماديته على ذاته، تمام؟ فده هيحصل ازاي؟ هيحصل لما نعلي كيرف الايه؟ كيرف الديبندنسي اون سيلف ان هو يعتمد على نفسه. الكيرف ده هيعلى ازاي او هياخد اتجاه الصعود ازاي؟ لما نقيم، واحنا بنقيم مشكلات المريض واحتياجاته بنقيم كمان معاها قدراته. فتيجي في المنطقة في ما يكون فيه على سبيل المثال ديفيسيت في سيلف كير نيد معين او الابيليتي تو ميت سيلف كير نيدز معينة، هناك نقص سواء كان كلي او جزئي في قدرة المريض ان يحقق احتياج ليه او مطلب ليه. فاحنا ايه اللي بيحصل؟ ان ما عارفين قدرات المريض منتهيه او قدرات المريض بالشكل الجزئي، فاحنا بنساعده بنكمل على هذه القدرات، لكن لا اسعى اطلاقا في علاقتي بالمريض وتحقيق احتياجاته بان الغي القدره اللي او جزء من القدره اللي موجوده عنده. فاذا الحاجات اللي ما بيقدرش يعملها او الاشياء اللي ما بيقدرش يعملها بسعب، اما اللي يقدر يقوم بيه بنفسه فيحققه علشان نعمل فوسترنج للكونسبت اوف اندبندنسي او الاوتونومي. وصلت الفكره من الجزئيه دي؟
ده كان كلامنا عن اول كونسبت اللي هو الكيرينج. عندنا كونسبت اخر اللي هو ايه؟ التراست. تمام؟ ايه التراست؟ يعني ايه؟ الثقة. ثقة يعني ايه؟ دي معناها ترجمتها يعني التراست the development of a sense of interpersonal trust, sense of feeling safe has long been considered as essential to the nurse-client relationship. وجود الثقة من كل من كلا الطرفين يعني لازم. تمام. ما هي دي من المفاهيم اللي بتأخذ وتعطى. يعني في مفاهيم أساسية في حياتنا وخاصة في العلاقات البشرية أو العلاقات الإنسانية ما ينفعش إن يبقى مفهوم معين من طرف واحد. الاحترام متبادل، الثقة متبادلة، وهكذا. تمام؟ تأخذ وتعطى. طيب ما ننساش ان عنوان التايتل بتاع علاقتي بالمريض اسمه Trusting Therapeutic Relationship. يبقى الكونسبت الاساسي المفتاح لهذه العلاقه هو ايه؟ التراست. تمام. يعني ايه تراست كديفينيشن؟ هي سنس اوف فيلينج سيف. يعني ايه انا بثق في الاخر والاخر بيثق فيا؟ يعني احساس كل حد فينا تجاه الاخر بالامان. تمام. حاسين بالايه؟ بالامان. حاسين بالسيفتي. ضروري للعلاقه بين المرض طبيعي. التراست هذا المفهوم زيه زي الاحترام من اساسيات العلاقات البشريه، سواء كانت في الاطار البروفيشنال او في حتى في الاطار السوشيال، ايا كان نوع العلاقه فلازم، وايا كان الاختلافات او الباك جراوند بين الافراد وبعضيهم او خصائصهم، فالاساس في العلاقه الاحترام والثقه. It's still considered to be the corner, the keystone of therapeutic relationship. Keystone يعني حجر الزاوية اللي هو الأساس. يعتبر هذا المفهوم أو يشكل هذا المفهوم الأساس في علاقتنا ببعض، في علاقتي بالمريض وعلاقته بي. Trust provides a non-threatening interpersonal climate. إحساسنا بالثقة أو بالتراست معناها إن إحنا العلاقة اللي بيننا أو الأتموسفير أو الكلايميت للعلاقة اللي بيننا non-threatening يعني غير مهدد. تمام؟ يعني المريض لما يشعر بتراست تجاهي فيحس بالأمان، فمعناها إنه يقدر يكلمني عن كل ما يخصه أو يعطيني معلومات عنه، سواء كانت عن حياته، سواء كانت عن المشكلة اللي بيمر بيها، أي شيء يخصه بيزودني بيه وهو يشعر بالأمان. تمام؟ إحنا محتاجين الجزئية دي لأن مهمة قوي. In which the client feels comfortable revealing his or her needs to the nurse. مهم قوي. تفضل. شعوره بالارتياح دكتورة. ايوة. ما هيشعر بالامان، يعني معناه انه هيحس انه مرتاح امن، فيبتدي من اللحظة يكشف عن احتياجه. تمام؟ بتقوي الثقة بيناتهم كمان، يعني الحفاظ عليها بقى ده اللي هنتكلم فيه. يبقى وانس ان حصل، يعني مسألة الاستابلشمنت للتراست دي مبنية على أمور معينة لازم نبقى فاهمينها، والحفاظ عليها برضو ده شيء أو مسألة مهمة. طيب علشان تتحقق التراست لازم نبقى واخدين بالنا انه لازم الانفايرمنت أو الاتموسفير اللي بتتم فيه العلاقة يتسم بالبرايفسي. تمام؟ الخصوصية اللي هتهيأ لإيه؟ لتأمين الconfidentiality، علشان المعلومة أو الشيء اللي بعرفه عن المريض سواء كان هو نفسه مصدره أو أي مصدر آخر، المعلومة تبقى confidential. واتفقنا الconfidentiality إن الشيرينج اللي بيحصل لأي معلومة عن المريض يبقى مع الهيلث تيم ممبر اللي يخصه هذا المريض. تمام؟ بنعمل شيرنج المعلومه انا عرفتها مع التيم اللي مسؤولين عن البلان اوف كير لهذا المريض. يبقى اذا زميلتي في الشفت في الوورد او ايا كان مين اللي انا على علاقه بيه او حتى في الاطار الاجتماعي، ما ينفعش ابدا من اخلاقيات المهنه ومن حقوق المريض، ما ينفعش ابدا ان انا اطلع اي معلومه لحد ملوش علاقه مباشره بالبلان اوف كير لهذا المريض. تمام؟ طيب نقطة دي يبقى هنا البرايفسي والconfidentiality هتساعد في تحقيق الايه؟ التراست. تمام؟ هيشعر المريض بالأمان. وارد جدا ان المريض في بداية علاقتي بيه يبقى بيقول لي معلومة، بيسرب لي معلومة علشان يشوف المعلومة اللي انا هعرفها عنه هتبقى confidential ولا انا هبلغ بيها حد غير معني.
لو حصل كده وانا ما انتبهتش لي دي اسمها سلوكيات اختباريه، يعني المريض بيعرضني لما يعرف بالتستنج بيهيفير، المريض نفسه بيختبرني عشان يشوف ان انا اهل للثقه ولا لا. فوارد جدا المعلومه اللي هي ممكن تكون غير حقيقيه ويوصلها لي المريض عشان يختبر الكونفيدنشياليتي. لو نجحت في هذا الاختبار تمام، هيبقى هنا هتتحقق الايه التراست. قدر الله اللي مش واخد باله ان المعلومه دي المريض بيختبرني من خلالها ويسربها لشخص اخر غير معني، فهنا هتتزعزع الايه الثقه فيما بيننا. طيب اتحققت الثقه لازم نحافظ عليها، طريقه تحقيقها زي ما اتفقنا ببعض الاختبارات، منها كمان ابقى منتبهه جدا ان المريض لما في علاقتي بيه لما اجي اديله برامس معين لازم كيب للبرامس، يعني انا وعدت المريض انه في شيء معين هعمله له او هساعده فيه او هوفره له. بالاخص يا جماعه مرضى السايك الاي كيو بتاعهم ما فيهوش مشكله وما فيهوش اي نوع من الخلل، والمريض حويط وحريص ومراوغ وحاجات كتيره قوي قوي فيه، فلازم يبقى منتبهين ان هو مش هيزودني باي معلومه غير لما تتحقق بينا تراست. فوارد جدا لما المريض يطلب مني شيء واوعده بتحقيقه لازم ايه التزم. تمام، يبقى so that once in the trust اتحققت so that the nurse is perceived as dependable. في هذه الحالة المريض بيدرك النيرس على انه شخص dependable. يعني ايه dependable؟ يعني شخص يعتمد عليه يوثق فيه. Establishment of trust is crucial toward enabling you to make an accurate assessment. انا بقى من منظوري المهني انا محتاجه التراست ليه، بالاضافه بخلاف ان التراست ده مفهوم اساسي في العلاقات البشريه، انا كمان محتاجاها، محتاجه هذا الكونسبت عشان يمكنني من عملي اللي هو بيعتمد شغلي بيعتمد على ايه اول خطوه في الاسسمنت. انا محتاجه اعمل اكيوريت اسسمنت، محتاجه اعمل تقييم بالشكل الايه الدقيق. يعني ايه تقييم بالشكل الدقيق؟ يعني انا عايزه اعرف كل شيء عن المريض تمام، وعن المشكله اللي بيمر بيها وعن احتياجاته وعن مشكلاته وعن قدراته لاخره. كل ده هيعتمد على ايه؟ على تحقيق التراست. تمام، accurate assessment of your client need. In life the key to establishing workable relationship is trust. يبقى في حياتنا المفتاح لنجاح اي علاقه او سواء كانت علاقه سوشيال او علاقه بروفيشنال، المفتاح في نجاحها هو بيعتمد على التراست. تمام، احنا الثقه لو مش متوفره سواء كان في حيز عملنا او مجال عملنا او حتى في علاقاتنا الانسانيه او الاسريه هيبتدي يحصل ايه العلاقات دي هتنهار. يعني بنلاقي على سبيل المثال في العلاقات الاجتماعيه والاسريه في اسر بتنهار، في بيوت بتتفكك، في ازواج بتنفصل لان مفيش الايه مفيش التراست فيما بينها. تمام However, trust is based on past experience. قصة إن إحنا نثق في الآخر دي بتعتمد على إيه؟ على خبراتنا الماضية. تمام؟ يعني إيه؟ يعني مسألة إن حد يعطي الثقة في الآخر دي مش بسهولة، مش كلنا بنتساوى فيها. في ناس خبراتها الماضية ناجحة ما عندهاش مشكلة. عادي بمنتهى السهولة ممكن تثق في الآخر. في ناس اتقرصت كتير في حياتها، مرت بتجارب للأسف سلبية كتيرة في حياتها، فبالتالي قصة إن هي تعطي الثقة في الآخر دي مش بسهولة. طيب التراست بتبتدي إمتى بقى؟ أول مرحلة في حياتنا begin in infancy. أول مرحلة بنعيشها في حياتنا اللي هي فترة الانفانسي أو مرحلة الانفانسي اللي هي بتبتدي من سنة لسنة ونص. في الفترة دي أول سنس ديفلوب في هذه المرحلة هو التراست. تمام؟ كل علماء النفس اللي قسموا المراحل العمرية للفرد سواء كان سولفين، فرويد، إريكسون، قسموا المراحل وتشابهوا في التقسيمة أو في مسميات هذه المراحل. في اللي من خلال نظريته قسم المراحل العمرية الخمسة، في اللي قسمها الثمانية، على كل تشابهوا في هذه المراحل واتفقوا على إن أول مرحلة هي فترة الانفانسي اللي هي لمدة سنة أو سنة ونص، يعني 12 شهر أو 18 شهر السنس ديفلوب فيها التراست. تمام، يبقى اذا اول مفهوم بينمو لدينا في بدايات حياتنا هو ايه؟ الثقه. تمام، التراست دي بتتحقق ازاي من واحنا لسه اطفال لسه في المهد؟ بتتحقق اعتمادا على consistent and continual care by the same caregiver.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يتقدم لنا اللي احنا محتاج في حاجة اليه، الشخص في المرحلة دي محتاج لإيه؟ محتاج للفيدينج، محتاج لللاف والسيكوريتي، مش كده؟ دي احتياجات أساسية. مين المنوط بتحقيق تلك الاحتياجات؟ الأم أو بديل الأم، يا المادر يا المادر فجر في عدم، في حال عدم وجودها. يبقى الأم هي هنا الأساس اللي من خلال تلبية احتياجات الطفل بتبتدي تتحقق له التراست. لو ما تحققتش هذه الاحتياجات يبقى السنس العكس التراست إيه؟ عدم اللي هي مستراست. تمام. هذا المفهوم اول الاشياء اللي احنا بنكتسبها او اول المفاهيم اللي احنا بنكتسبها في حياتنا، لان الطفل في المرحله دي او في بدايات حياته هو لسه ما حصلش ديتاتشمنت من امه، هو كان في فول اتاتشمنت فيزيكال وسايكولوجيكال. بعملية الليبر حصل ديتاتشمنت فيزيكال فقط، يعني انفصل الكائنين دون عن بعض من الناحية البدنية، تمام؟ وكان يربطهم في عامل مشترك الكورد، فانفصل أصبح ده كائن والأم كائن آخر. بيبتدي أنت الطفل يدرك إن هو كائن منفصل لما يبتدي عنده تتكون الإيه؟ تتكون الإيجو. مش إحنا عندنا structure للبرسوناليتي، تركيبة الشخصية، في الإيد أو الآي دي اللي هي الغريزة، وفي الايجو وفي السوبر ايجو، الانا والانا العليا. طيب الايد او الاي دي اللي هي الغريزه اللي كلنا بنتولد بيها، اللي هو ايه؟ الشخص له مطلب معين علشان يفضل عايش لازم يتحقق له فورا. طيب امتى الايجو بتبتدي ان هي ديفلوب؟ امتى الجزء المرتبط بالشخصيه بالانا بالذات يبتدي ينمو؟ خلال اول سنه من عمر الطفل، هي في فتره الانفانسي. اذا لسه في البدايات، في البدايات الشخص او الطفل في المرحله دي بيدرك ان هو وامه على مستوى الجانب السايكولوجيكال هو كائن واحد. ف بتلبيه الام لاحتياجها الاحتياجات طفلها بيتحقق التراست. لو لم تلبى ليه احتياجاته يبقى السنس العكس اللي هو المستراست. طيب الشخص لا يثق في العالم، تمام؟ يبقى كمان هيفقد الثقة في مين؟ Allow the infant to believe in self, in others, and in external world. يبقى في حال اكتساب الشخص في المرحلة دي لمفهوم التراست، هو واثق في نفسه، فواثق في الآخرين، وواثق في العالم ككل. طيب فقد الثقة، يبقى فقدها حالة المستراست دي هتعود عليه هو أولاً. ما ننساش إن فقد الشيء لا يعطيه، ما حدش هيبقى عنده سيلف كونفيدنس ومستراست من الآخر، لا. هو فاقد الثقة نمبر 1 في نفسه، ثم في الآخرين من حوله، ثم في العالم ككل. يبقى إذا نلخص الجزئية دي، إن هذا المفهوم بيتوفر لدينا منذ إيه؟ بدايات حياتنا، تمام؟ واتفقنا إزاي بيحصل. Through trust, one learn how to cope with the world and resolve frustrations and problem. هذا المفهوم هام جدا وضروري جدا، لان ده بيمكننا من ان احنا ازاي نتكيف في حياتنا، ازاي نتعامل كمان مع ايه؟ الاحباطات اللي احنا بنمر بيها والبروبلم، كل مشاكل المختلفة. طيب الكاركترستكس اوف تراستنج ريليشنشيب، خصائص العلاقة المبنية على هذا المفهوم بتشتمل على include لي الريسبكت، أول احترام. شيء أو الاحترام، أول شيء بيجمعنا ببعض أو من سمات العلاقات الإنسانية، هو بغض النظر عن الاختلافات الفردية، أنا وسين من الناس بغض النظر مين فينا بينتمي لأي طبقة اجتماعية اقتصادية مهنية، أي اختلاف، يعني عايز أقول مع اختلاف كل الخصائص، ولكن في النهاية اللي بيحكمنا الاحترام، الأساس في الموضوع الاحترام، تمام؟ respect، الاحترام والصدق، honesty، الأمانة، دي من سمات أو ملامح العلاقة اللي فيها الثقة. ما هي الثقة مش هتتحقق وإحنا بنخون بعض، يعني اللي بيحصل للأسف بين بعض الناس وبالأخص داخل البيوت، والبيوت أسرار زي ما بنقول، والعلاقة بين الزوج والزوجة محدش فيهم حاسس بالأمان، فتلاقي كل واحد ماسك متعلقات الشخصية أو موبايل بتاع الآخر أو أي وسيلة، ويبتدي يبحث وإيه ويدور من وراء عن اي رسائل او اي مضامين تفيد ان الشخص ده بيخونه، فهنا مفيش امانه. فاذا من ملامح العلاقه المبنيه على الثقه الاحترام نمبر 1، ثم يليها الاونستي ان احنا نتعامل مع بعض بالامانه. كونسيستنسي، نتعامل مع بعض على اسس انسجام، فيث، الايمان اند هوب، والامل، دي مكونات
دي مكونات او ملامح العلاقه المبنيه على التراست. في عندي عده فنيات تكنيكس ديزاين تو بروموت تراست. في عندنا عده فنيات بتساعد على تحقيق التراست. منها ايه؟ بي فليكسبل. يعني ايه بقى؟ الاحترام المتبادل، المرونة بالعلاقة. المرونة، أيوة المرونة بالعلاقة. إحنا بشر، وارد جدا مثلا إن إحنا نقول في انتر أكشن معين، هنتكلم في موضوع في موضوع محدد، ولقيت إن أثناء الانتر أكشن لا، في موضوع آخر طغى هو اللي بقى ذات أولوية عظمى يعني. تمام؟ فمن منطلق المرونة في التعامل، في يكون هناك مرونة إن إحنا نقدر بعض، نقدر ظروف بعض. تمام؟ دي الفلكسبيليتي بتساعد على تحقيق التراست، بالاضافه طبعا للريسبكت، كونفي للريسبكت، ان احنا نحترم بعض بغض النظر عن الخلفيه اللي احنا بننتمي اليها. ان شاء الله حتى لو بتعامل مع بني ادم بسيط في الشارع، انا ما نتعالاش على حد، الاحترام هو الاساس. ايه كمان؟ بروفايد فور الاود بريفرنسز، مش كده؟ ان احنا نسمح في علاقتي بالمريض، نسمح لايه؟ للتعبير عن البريفير ليها، التعبير عن الاشياء اللي بريفير ليها، ان المريض يعبر عن الاشياء اللي ايه؟ الاشياء اللي بيفضلها، مش كده؟ بيفضلها، بيحبها. الاشياء اللي بيحبها، الاشياء محل اهتمامه، الاشياء اللي بيقضي فيها وقته، الاشياء اللي هي بيهتم بيها زي ما اتفقنا، او تعتبر ايه؟ ذات اهميه او اولويه بالنسبه له، او بيرغب فيها. Consider the client uniqueness. يعني ايه؟ اختلاف التعامل بين المريض. لا بقى بناخد بعين الاعتبار ان الكلاينت اللي انا بتعامل معاه دلوقتي ده يونيك. يونيك يعني هو شخص منفرد او بيختلف عن الاخر. تمام؟ uniqueness of the client المقصود بيها ان الشخص ده والله عنده مشكله معينه ليها تاثير معين عليه، في احتياجات معينه، في مشكلات، في قدرات لاخر. تمام؟ فالشخص بكل تفاصيله هو يعد يونيك عن شخص اخر، ينفرد عن شخص اخر حتى ولو تشابهوا في التشخيص فيما بينهم. ايه كمان؟ البي اونست، بي اونست اند اوبن. تمام؟ الامانه زي ما اتفقنا. الفلكسبيليتي، الشو وورمز اند كيرينج، الدفء والاهتمام. ما فيش كيرر يا جماعه، ما ينفعش يبقى في كيرر ابدا، وبالاخص الكلام ده ينطبق علينا في مهنتنا. انه يبقى في كيرر، عبوس الوجه. عبوس الوجه اللي هي رسمه ال111 دول، والمنطقه الفور هيد كده لما يبقى عليها الرقم 111 والتكشيره اللي بتحصل على الوجه دي مش مطلوبه. يعني احنا بشر وعندنا من الهموم ومن الضغوط والازمات في الحياه كتير، لكن المفروض ان اثناء عملنا احنا بنفصل. وانا داخله محيط عملي او حيز عمل بفصل، بحاول ان انا اسيطر على ان مشكلاتي، همومي، الضغوط اللي بمر بيها ما تاثرش على اوني كيرر. وانس ان انا كيرر بتعامل من هذا المنطلق، ما ينفعش ابدا ان احنا نبقى عبوسين الوجه ولا نكشر في وش اللي قدامنا. تمام؟ دي صفات اي كيرر، لازم وورمز كيرينج. صوته كمان، في ناس البحه بتاعت صوتها او الحنجره عندها تلاقيها مش بس قويه بالشكل المقبول، لا تلاقيها صوتها اجش. تمام؟ اجش يعني تحسي كده ان الصوت في حد ذاته، خاصه لما الشخص يبتدي يعلي صوته، بيبقى مرعب، يخيف الاخر، ده ما ينفعش. تمام؟ ايه كمان من التكنيك اللي بتساعد على تحقيق تراست؟ جيف كومبليت انفورميشن، نزوده بالمعلومات الكافيه، معلومات تكون عميقه وليس سطحيه. بالظبط، وعلى مستوى تفهمه ليها، مش كده؟ وبكمل الوقت الكافي للاجابه. ايوه الاجابه بالقدر الكافي وبالشكل الامين. وارد جدا المريض يسالني سؤال او بيبقى له استفسار، لو عندي اجابه ليه، اجابه صحيحه علميا، اجابه كافيه وشافيه ووافيه، ازوده بيها. لكن لو سالني سؤال وحبيت وانا مش ريدي للاجابه على هذا السؤال، وحبيت اخرج من الورطه او المطب ده، واديته اي اجابه، تمام، او رديت عليه اي رد، واكتشف ان الرد ده مش سليم، ده هيعمل ايه؟ هياثر على التراست ايه فيما بيننا، مش كده؟ اكيد. يبقى من معايير تزويد المريض بمعلومه ان هي تبقى معلومه كامله، تبقى معلومه دقيقه علميا وصحيحه وكافيه وعلى مستوى تفهم المريض. Use the client proper name. يعني
ممكن اني اناديه باسم بحبه او يعني استخدم يعني استخدم يعني مفردات يعني كويسه المناسبه له. استخدم الاسم المناسب لي يعني مثلا يعني مثلا راجل كبير طاعن في العمر زي ما بنقول واسمه حاج محمد، ما ينفعش اقول له يا حماده ولا يا حمودي ولا مش كده، ما ينفعش. يبقى احنا هنا بنستخدم الاسم اللي الشخص بيحب يتنادى بيه. احنا عنوان علاقتنا ببعض، احنا بنعرف بعض ازاي، بنندى على بعض مش كده، بنستخدم اسلوب المناداه، بنندى بقى بنستخدم اسم بنستخدم لقب ايا كان. فاستخدم الاسم اللي بيرحب بيه المريض او بمناسب ليه ومناسب او متقبله ومناسب لسنه، تعش ابدا حد طعن في السن واديله ايه دلع يعني، صح كده، هيبقى غير ايه غير مقبول. طيب بروفايد لي الكونسيستنسي، الثبات في المعامله. الثبات في المعامله يعني ايه؟ يعني نتعامل مع الكل، نتعامل معه على نفس النظام والوتيره بالظبط، نتعامل معاه بنفس الاسلوب. ما نجيش النهارده احنا احيانا بعض البشر في تعاملها مع الاخر بيكونوا مزاجيين. يعني ايه مزاجيين؟ يعني انا مزاجي النهارده حلو فتعامل باريحيه والدنيا ماشيه تمام، مزاجي النهارده مش حلو اقفل بقى مع الكل. لا، ما ينفعش دي كده العلاقه مش هتبقى بروفيشنال. الكونسيستنسي نتعامل بنفس الاسلوب طول الوقت، واحنا كلنا كستاف نتعامل بنفس النظام. طب ايه اللي بيحكم معاملتي مع الاخر؟ ان في وورد روتين، في بوليسيس معينه، في سياسات، في انظمه. اما نطبق النظام ده ونطبق السياسات دي على الكل طول الوقت، هيبقى هنا ايه؟ محدش هيشعر بالتمييز عن الاخر. تمام؟ تمام. Give sufficient time to answer question. دي ردينا عليها، ان انا بدي وقت للاجابه جاوب على الاسئله. بالظبط، لما ما ينفعش ان انا اجاوب بسرعه او بعجاله، فبالتالي ما بنديش اجابه كافيه ولا وافيه ولا على مستوى تفاهم المريض. بلان سكادجول، شغلنا يبقى مبني على خطه، ده طبيعي ان احنا شغلنا بالشكل السيستماتايزد بيزد على بلان، على خطوات قبل البلان وخطوات بعد البلان، في جدول، يعني احنا ماشيين بالشكل السيستماتايزد. منتين لي الكونفيدنشياليتي، نحافظ على سريه المعلومات اللي احنا بنعرفها على المريض عن المريض. تمام، وده اتفقنا عليه خلاص، الاطار الكونفيدنشال، ان مفيش حد ملوش علاقه بالمريض نعرفه اي معلومه تخصه، لان ده واحد من الحقوق الاصيله للمريض. يوز ان اتندنج بوستشر، ارمز ليجز اند بادي ريلاكس، ليننج سلايتلي فورورد. يعني ايه؟ نعطي انتباه للمريض. يبقى الانتباه هينعكس من خلال ايه؟ ان اكون اتنتف. الترحيب من خلال الوضعيه بتاعتنا. تمام، من خلال الوضعيه البوزيشن بتاعنا، قد ايه نبقى قاعدين، الوقت ده احنا عاملين سكادجول، انا عارفه في طبقا الجدول بتاعي الوقت ده للمريض اللي هو هيستغرق مده زمنيه معينه، يبقى البوزيشن بتاعي يفيد الحاله من الريلاكسيشن من خلال شكل جسمي ايه، اطرافي عامله فيها ايه، ما يبقاش على عجاله واحنا واقفين واحنا بنتكلم واحنا ماشيين، لا ما ينفعش. في ليننج سلايتلي فورورد، الانحناء البسيط ده في بدايه علاقتي بالمريض يفيد الترحيب والاهتمام بيه، كلها مفاتيح مهمه جدا في علاقتي بالمريض وبتساعد على تحقيق التراست. شو كونجرنسي بين فيربال اند نون فيربال بيهيفيرز، يعني يكون هناك تطابق مش كده؟ طبعا عندنا توافق بين الشيء الملموس وغير الملموس. التطابق ما بين السلوك اللفظي او الجزء اللفظي من المسج او الكوميونيكيشن والغير لفظي، صح كده؟ علشان لو في حاله من كونتراديكشن ما بين الجانب الفيربال والنون فيربال، انا هنا بشتت الايه وبلخبط الشخص اللي قدامي، صح؟ فاحنا عايزين ننتبه كل ما يصدر عنا، سواء من كلام، من الفاظ، من سلوكيات، من اشارات، من اوضاع، من اي لغه سواء كانت لفظيه او غير لفظيه، او لغه او اشاره غير لفظيه، لازم نبقى منتبهين ان كله في ماشي في نفس النسق، بيكمل بعضه، ما يبقاش في كونتراديكشن، حاله من التناقض بين معنى الكلام اللي احنا بنقوله وبين الاشارات اللي احنا بنستخدمها. تمام. ايه كمان ضمن التكنيك اللي بتساعد على تحقيق التراست؟ سيت للليمت.
تمام؟ امتى احنا مطالبين احنا نضع حدود؟ وما بصدر عن المريض انه تصرف غير مرغوب به، ومثلا لا يجوز انه يكون في اي تهديدات مثلا. بالضبط. طيب انا في علاقتي بالمريض، لا المفروض في مضمون العلاقه لا اخد بالي كويس قوي ان سلوكي يكون نون جادجمنتال ونون بانشمنت، لا انا احكم على المريض لان علاقه علاجيه مش علاقه عقابيه، تمام؟ لا فبالتالي اخد بالي كويس قوي لا انا لا احكم على المريض ولا اديله لقب معين ولا اعاقبه بناء على حكمي لي. بس في حال صدور ما يعرف بالنيجاتيف بيهيفير او مال ادابتيف بيهيفير من المريض، في هذه الحاله نضع له حد حتى لا يكرر من هذا السلوك. يوز ا وورم فريندلي فويس، ان احنا نبرد صوتنا، ناخد بالنا كويس قوي من الفوليوم ومن التون اوف فويس، تمام؟ نبره الصوت لازم تبقى نبره مريحه. فريندلي هنا مش معناها ان احنا اصدقاء، لا، بس هي المقصود بيها نبره الصوت يبقى شكلها ازاي، مش معناها هنا كلمه مصطلح فريندلي ان العلاقه بيني وبين المريض هتاخد اطار اللي احنا اصحاب او اصدقاء، عشان بس تبقوا واخدين بالكم. فهنا نبرة الصوت لازم ناخد بالنا منها، ما تبقاش نبرة مخيفة، ما يبقاش نعلي صوت. في ناس عفوا لما بتعلي صوتها تحس انها بتصرخ، وطول الوقت وهي بتتكلم لو بتتكلم بصوت عالي تحس انها بتصرخ، بتعمل نوع من التلوث السمعي زي ما بنقول. لا، ناخد بالنا من الايه، من الفوليوم ومن التون بالنسبة لصوتنا. usually appropriate eye contact، التواصل المناسب بينه وبين المريض، التواصل بالعين. بس عشان يبقى التواصل بالعين سليم، عشان انا حطيت هنا في كلمه appropriate، عشان يبقى التواصل بالعين سليم يبقى على شكل متقطع، intermittent eye contact، يبقى بشكل متقطع. يعني انا مش هفضل طول، هفترض ان انا قاعده مع المريض جلسه تستخرج 10 دقائق ربع ساعه، مش طول ال 10 دقائق وربع ساعه عيني ما نزلتش من عينه، تمام؟ بس في ايه، في تواصل بالشكل المتقطع. وناخد بالنا كمان وانا بتواصل بالعين ما تبقاش يعني محدقه عيني او بحلقه عيني قوي بالشكل المخيف. في ناس لما بتوسع في عينيها او بتفتح عينيها قوي بتخوف اللي قدامها، ننتبه للجزئيه دي. يوز اكتف ليسننج، ان احنا نصغي وننصت للمريض، من الفنيات اللي بتساعد على تحقيق تراست اند سمايل. ده عنوان اي كيرر، ان هو ايه،